حسين عويضة، رئيس نادي أعضاء هيئة التدريس في جامعة الأزهر. دكتور حسين، مساء الخير. مساء الخير يا فندم، أهلا وسهلا ومرحبا. أهلا وسهلا يا فندم. دكتور، يعني حضرتك طالبت على ذمة يعني صحيفة اللواء الإسلامي المشيخة بإبعاد بعض الشخصيات من يعني محيط الإمام الأكبر دكتور أحمد الطيب، ويمكن على رأسهم كان السيد محمد عبد السلام المستشار السابق. لماذا يعني السؤال، يعني لماذا؟ الحقيقة أنا لا أمثل نفسي، أنا جايب الانتخاب، أنا ممثل لأعضاء التدريس، وأحس بنبضهم وناقل لرغباتهم. أنا لا أعبر عن نفسي، أنا أعبر عن 80 كلية في رقبتي. فعندما جاء الأستاذ إبراهيم عيسى يهاجم هذا الموضوع، فكان نتيجة أن أعضاء التدريس عندما شافوا أن فيه الأستاذ محمد أمارة والأستاذ حسن الشافعي والأستاذ محمد عبد السلام والأستاذ محمد عبد السلام المسلماني في مكتب فضيلة الإمام الأكبر. ونحن نعلم عن فضيلة الإمام الأكبر أنه قيمة وقامة وعظمة لا يبلغها إلا القليل، وأنه يعرف كويس قوي بيعمل إيه. فإن جم احتكوا، وأنا بالتالي قلت لفضيلة الإمام عن هذا، لأن محمد أمارة وقف وقال في التلفزيون علنا أنه السيسي غير شرعي. حسن الشافعي طبعا كان اتحبس مخصوص عشان انه من كبار رجال الاخوان، وانه اخوانجي، ومن لو شفتوا التصريحات بتاعته كلها في التلفزيون هتعرف هو ايه. محمد المسلماني ده ليه 5 جنسيات وبيدير في مكتب الامام. محمد عبد السلام جه من حق فضيلة الامام الاكبر انه ياخد كل ما هو يعاونه من موظفين، ده اكبر اقل موظف في الدوله بيختار اللي الموظف اللي يعاونه. من حق فضيله الامام الاكبر وهو يعرف كويس هو بيعمل ايه ان يختار من يعاونه. فلكن فوجئت لقيت اعضاء التدريس ملأوا النادي على اخره وبيحتجوا على الاربعه دول في الاول، مما دعاني ان انا اصدر بيان بان احنا عاوزين الاربعه دول يمشوا للاسباب اللي قلتها لحضرتك. طب الاسباب اللي حضرتك يعني ذكرتها تتعلق ب يعني شخصيتين متهمتين اعلاميا بانهم بينتموا لجماعه الاخوان، زي ما حضرتك قلت الدكتور محمد عماره والدكتور حسن الشافعي. تمام. فيما يتعلق بالمستشار محمد عبد السلام، وما يتعلق بالمدير مكتب الامام الاكبر اللي هو السيد محمد سليماني اعتقد هو اسمه كده، هو جزائري الجنسيه، هل ايضا ينسحب عليهم نفس هذا الاتهام من وجهه نظرك يا دكتور حسين؟ هقول لحضرتك، هم بقى أما فضيلة الإمام ومن حقه أنه يختار أي واحد اختارهم، كان يجب يتبعوا نفسهم في العمل علشان يثبتهم أنهم قد هذه الثقة. لكن هم عملوا إيه بقى؟ تعال شوف محمد عبد السلام اللي أنت بتقول عليه بالذات. محمد عبد السلام سلب باختصاصات جميع قيادات الأزهر الشريف، خدها وحول لعمداء وأساتذة الى التحقيق ومجال التأديب بدون وجه حق. ايوه، بحوجه اللي مش عاجبه عاجبه واللي مش عاجبه عاجبه، وسافر في كل المؤتمرات في الخارج لتمثيل الازهر، وبقى هو اللي اللي يقابل الملوك والرؤساء. اما يجي الازهر هو اللي بيستقبل الملوك والرؤساء من تحت. طيب يعني ما هو هو مستشار شيخ الازهر يا دكتور حسين، يستقبلهم كمستشار. طيب. لكن ما يستقبلهمش كواحد من كبار رجال الازهر، لانه ليس من كبار رجال الازهر، فهو واحد خريج كليه شريعه طنطا
بقى يا دوبك في الثلاثينات من عمره، ولا يعتبر ابدا من كبار رجال الازهر. ملك جاي يبقى يستقبله كبار رجال الازهر، مش واحد عنده كذا و30 سنه. ايوه بس يعني هذه النقطه تحديدا، يعني هو مش من نفسه يعني راح يستقبل الملك او الامير، يعني ما هو ده كله ده انا قلت لك انا بمثل اعضاء التدريس، وقلت لك انا بحس بنبضهم وبان ايه رغباتهم. انا بقول لك رغباتهم، انا لا انكر رغبات حسين عويضه. طيب. انا لا انكر رايي. جه نائب رئيس جامعه مشهود له ما مجددلوش. في واحد عميد سول الدين طلعه بره. في عميد طب ومدير مستشفى مشاه. لا يعني التاريخ طويل طويل. والظلم لقوه ان هو اللي بيدي العليا في كل شيء، وطبعا ده كله من وراء الامام، والامام لا يعلم، لان الامام لو علم لوقفه في ساعتها عند حده. يعني كل ما تفضلت به كل يا دكتور حسين، كل ما تفضلت به لم ليس للامام الاكبر علم به 100%. اقول لك ليه؟ لانني انا على صله بالامام من 30 سنه وانا اعرف ما هو الامام. نعم. الامام لا ما يحبش اطلاقا اي شيء معوج او اي شيء غلط. الامام يعمل بلا مرتب طول عمره. الامام زاهد. الامام يعرف ربنا كويس. كل ده هم انتهزوا الكلام ده وعملوا اللي عملوه. محمد عماره مسك مجله الازهر وهو اخوانجي صميم، هو ويكتب زي ما هو عاوز وزي ما يروح بقى للاخوان ويكتب اللي هو عايزه. محمد عماره يمسك مجله الازهر، الناس بتاخد منها الدين الاسلامي ازاي؟ هما دول كلهم بيعملوا من وراه. في استاذ عظيم لا يتكرر اسمه الدكتور حمدي زقزوق اللي كان وزير الاوقاف، فين هو؟ ما يشتغل، ما هو اللي يبقى على راس الناس دي، هو اللي يستقبل الملوك والرؤساء، راجل في منتهى العظمه. لا مصر ما تقدرش تكرر تاني محمود زقزوق حاجه. ليه؟ هي قله اساتذه، هي قله، هي الناس. انا بنقول لك مش كلام حسين عويضه، انا ملزم. طيب. والا اكون مقصر في حق زمايلي. طيب. انا بنقول لك كل النبض. طيب. حضرتك برضو اشرت الى يعني احد الاشخاص الاخرين وهو السيد محمد سليماني، وحضرتك بتقول انه عنده 5 جنسيات، يعني ماذا يضير في ذلك؟ يعني ايه الغلط في ده او ايه الخطر في ده؟ الغلط الازهر لابد ان يكون الولاء، كل الولاء للازهر، لكن اما عنده 5 6 ولاءات ل5 6 بلاد. يا دكتور انت تذكر انه احد شيوخ ومشايخ الازهر كان جزائر الجنسيه في فتره من فترات، اعتقد سنه 52. لا يقاس ده على ده بس. ازاي يا باشا؟ لا يقاس. بص يا باشا، كل زمن وله يعني ظروفه. احنا مش بنقول انه الازهر، احنا مش بنقول الازهر يمثل الاسلام الوسطي في كل انحاء العالم، وهو رجل يعني جزائري الجنسيه، فماذا يضير ذلك الازهر يعني وجود رجل غير مصري داخل ال ايوه. بص هقول لحضرتك، انا كان في فتره من فترات الازهر كان ليه شكل عندما كان في حرب، وبعدين هذا الشكل تغير تماما عندما تغير المكان والزمان فالمكان والزمان يختلف. حتى سيدنا النبي اختلف في بعض امور باختلاف الزمان. نعم. اللي انت بتقوله ده ايام زمان. ايام زمان فين ده؟ سنه 52 يا دكتور حسين، يعني ده مش زمان قوي يعني. ما ده زمان قوي، احسبها كام سنه. ده انت دلوقتي تحسب يا باشا، تحسب باليوم وبالدقيقه وبالساعه، ما عادش زي زمان. انت حضرتك عارف كل شيء، اساتذه جامعه الازهر عاوزينه يمشي الصبح. انا بقول لك اهو اللي عايزينه يمشي الصبح، محمد عماره، حسن الشافعي، محمد عبد السلام ومع السلامه، محمد عبد السلام عليه السلام مشى، محمد المسلماني عليه السلام عاوزينه يمشي. السليماني اسمه، السليماني يا دكتور. السليماني. نعم. انا بصفتي رئيس نادي هيئه التدريس جامعه الازهر، وامثل اعضاء التدريس وناقل لنبضهم، وانا ما عنديش ليا راي، ده انا بنقل راي اعضاء التدريس. انا بطالبك بان دول لازم يمشوا.
فجر بكره، فجر بكره حضرتك بتطالب فجر. بالامام الاكبر مش كده؟ بطالبك وبطالب الامام الاكبر. انا طالبني طالبني انا غلبان انا ما فيديش حاجه يا دكتور حسين. انا مالي هتدخلني انا بقول يا رب الستر يعني. فضيلة الامام الاكبر حبيب غالي عندي. نعم. وانا معتقد ان هو جاء بالناس دول ليه؟ ليبقوا كويسين. نعم. فاذا بهم مش كويسين. نعم. هو جابهم على انهم ايه؟ لعل المنصب يهديهم. نعم. لعل المنصب يهديهم، فما هداهمش المنصب. فضيلة الامام عنده ما يبرره. نعم. يقول لك ايه؟ لعل المنصب يهديه. نعم. لان المنصب ساعات بيهدي صاحبه. نعم. ما هداهمش، نعمل لهم ايه؟ لكن نعم. انا ليس برايي ده كله، راي اعضاء التدريس اللي انا مسؤول عنهم. نعم. أنا بشكرك، بشكرك شكرا جزيلا الدكتور حسين عويضة رئيس نادي أعضاء هيئة تدريس الأزهر. وطبعا يعني استمعنا إلى الدكتور عويضة وناقشناه فيما يطالب به من ضرورة إبعاد بعض الشخصيات القريبة من الإمام الأكبر شيخ الأزهر.